صلاح المجتمع. قال الإمام العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: فقد قرئ علي شطر رسالة السفر لأخينا في الله الشيخ الفاضل التقي الزاهد المحدث الفقيه أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله، فوجدتها رسالة مفيدة فيها فوائد تشد لها الرحال، اشتملت على فوائد حديثية من جرح وتعديل وتصحيح وتضعيف، وعلى فوائد فقهية من استنباط أحكام وتفسير غريب وتوضيح مبهم، شأنه في رسائله الأخرى، إلى أن قال: وإني أرجو أن ينفع الله به وبمؤلفاته الإسلام والمسلمين، إلى أن قال: ونفع إخوانه بالفتاوى التي تعتمد على الدليل. في مقدمته لكتاب ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين قال الإمام العلامة: